طيب هل تشعر بأن أهل كرواتيا أو صربيا أو يوغوسلافيا يعني يشعرون بأن أهل البوسنة خطر كبير عليهم؟ للأسف هو إذا تكلمنا عن البشر العاديين، الناس العاديين، لا الأمور بسيطة يعني. حتى داخل البوسنة هناك توائم عادي بين 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 المواطن البوسناوي الكاثوليكي أو البوسناوي الأرثوذكسي أو البوسناوي المسلم، يعني في الحياة العادية الأمور كشعوب. المصيبة دائما عند السياسيين الذين يستغلون الفوارق بين الشعوب ويزكون نار الفتنة دائما حتى يحافظوا على مكاسبهم السياسية. فلذلك مثلا من ضمن المشاكل الكبرى، أنت الآن في دولة الأطفال الكروات أو الكاثوليك لهم مدارسهم الخاصة، حتى نفس المدارس داخل الكيان الفيدرالي الكرواتي المسلم إذا لم يكن مدرسة خاصة، المدرسة تقسم إلى فترة صباحية للكروات مثلا أو فترة مسائية للمسلمين والعكس. وهذا خطر كبير، يعني نحن نطالب من هنا بتوحيد مناهج التعليم ودمج الأطفال في الصفوف حتى لا يستمر زرع الفتن أو العصبية القومية بشكل مهدد دائما للاستقرار والسلم القائم في البوسنة.